Ibrahim selalu dengan Igabi hari tu. Ibrahim selalu dengan Igabi. من قول الله تبارك وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلى قوله سبحانه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله تجري في البحر بنعمة الله ليريكم تجري في أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم اقرأ من قول الله تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى قوله سبحانه فأنى تؤفكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الله
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أقرأ من قول الله تبارك وتعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة إلى قوله سبحانه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجاء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وجاء المد
سيدي. ما هو مد الواجب المتصل؟ وأن يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة. وأن يكون حرف المد والهمزة بعده في كلمة واحدة. فرعون في رقيق الله. ماذا رققت؟ بعدها ساكنة وبعدها لأنها وقعت ساكنة بعد كسر. ومنقى الإخفاء. كم عدد حروفه؟ 15. والمؤتفكات بالخاء. مد الأصل. وبما تلقب بعد الأصل؟ ألها اسم آخر بعد الأصل؟ لا، مد طبيعي. بارك الله.